ودعما لعملنا الخليجي المشترك، وأننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأس الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، واستمر في متابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أن أدت هذه الجهود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم أمالها وتطلعاتها.